يقول في رسالته أيضا: يوجد عندنا في مدينة مقبرة داخل مسجد، تسمى هذه المقبرة ضريح السيد البدوي، ويوجد بنفس المقبرة حجر منقوش عليه 5 أصابع، والكل يعرف بأن هذه أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في مدينة أخرى حجر منقوش عليه أصابع لقدم، فهل هذه حقيقة أم خرافات؟ علما أنني كنت أقبل وأتمسح بهذا الحجر كما كان يفعل الناس عندنا، والحمد لله تبت إلى الله من هذا، وأرجو الله أن يقبل توبتي، لكن أريد أن أعرف هل هذا حقيقة أصابع يد الرسول أو قدمه؟ أفيدنا أفادكم الله. كل هذا لا أصل له، ليست أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليست أصابع قدمه، كل هذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى مصر ولم يزرها ولم توجد أصابع في أي حجر حتى نقلت إلى هناك، كل هذا من الباطل والكذب، فلا يجب التمسح بها ولا التبرك بها، بل تجب إزالتها. وهكذا المساجد لا تبنى على القبور، لا يجب أن يبنى مسجد على القبر، ولا يجب الطواف بقبور ولا دعاء أهلها من دون الله، ولا التمسح بقبورهم ولا الطواف بها ولا النذر لأهلها كما يفعل عند البدوي أو غيره، كل هذا منكر عظيم. فبناء المساجد على القبور أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكر له بعض الصحابيات في الحبشة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة وفيها ما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أن هؤلاء يبنون المساجد على القبور واتخذوا عليها الصور هو شرار الخلق، لأن دعاة للنار نعوذ بالله، دعاة للشرك، فيجب الحذر من هذه البلايا وهذه البدع وهذه الشرور التي أحدثها الجهلة. ويجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، تكون مستقلة عن القبور، والقبور مستقلة عن المساجد. أما يتخذ المسجد على القبر أو يدفن في المسجد، كل هذا ممكن، لا يجب دفن المساجد، تكون المقابر مستقلة والمساجد مستقلة، ولا يبنى المسجد على القبر ولو كان من قبور الأنبياء لا يبنى عليه مسجد. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مدينة فهذا دفن بيته صلى الله عليه وسلم، ما دفن المسجد، هو صاحبه أبو بكر وعمر كان مدفونا في البيت، في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر ثم دفن معه عمر. لكن لما وسع المسجد الوليد بن عبد الملك في آخر المائة الأولى أدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، وقد غلط لو تركها على حالها كان أسلم وأبعد عن الشبهة، فإن الناس اغتروا بهذا وظنوا أن اتخاذ المسجد القبور أمر مطلوب، وهذا غلط. فالرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مو في المسجد، دفن في بيته بيت عائشة، وهكذا صاحباه دفن معه في البيت ثم أدخلت الحجرة في رمتها في المسجد. فلا يجوز لعاقل أن يتر من هذا، فالرسول حذر من هذا عليه الصلاة والسلام وأبدى وعاد في ذلك. فيجب الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدفن إنسان في المسجد، وأن لا يقام مسجد على قبر، لأن الرسول لعن من فعل ذلك، فيجب الحذر، ولأنه مسيء بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمام؟ أعد يقول: نود أن نسأل فضيلة العلماء سؤالا قد يهم كثيرا من إخواننا المستمعين، وهو كالتالي: بعض المسلمين يعتقدون أن للأولياء تصرفات تضر وتنفع وتجلب المنافع وتدفع البلاء، بينما هم ينتمون إلى الإسلام ويودون شعائر الإسلام كالصلاة وغيرها، فهل تصح الصلاة خلف إمامهم؟ وهل يجوز الاستغفار لهم بعد موتهم؟ أفيدونا مشكورين. هذا قول من أقبح الأقوال، وهذا من الكفر والشرك بالله عز وجل، لأن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون ولا يجلبوا منافع ولا يدفعوا مضار إذا كانوا أموات، وصح يسمى أولياء لأنهم معروفون بالعبادة والصلاة، فإنهم لا ينفعون ولا يضرون، بل النافع الضار هو الله وحده،
ويجب النفع للعباد ويدفع عنه الضرر، كما قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك من نفع ولا ضر ما شاء الله. هو النافع والضار جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا هو النافع والضار، جميع خلق لا ينفعون ولا يضرون. أما الأموات فظاهر لأنه قد انقطعت حركاتهم وذهبت حياتهم، فلا ينفعون أنفسهم ولا غيرهم ولا يضرون، لأنهم قد فقدوا الحياة وفقدوا القدرة على التصرف. وهكذا في الحياة لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله، زعمنا مستقلون من نفع الضر وهم أحياء كفر أيضا، بل النافع والضر هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجب عبادتهم ولا دعاؤهم ولا استغاثة بهم ولا النذر لهم ولا طلب المدد. ومن هذا يعلم كل ذو بصيرة أن ما يفعله الناس عند قول بدوي أو عند قول حسين أو عند قول كاظم أو عند قول شيخ عبد القادر الجيلاني أو ما أشبه ذلك من طلب المدد والغوث أنهم يكفر بالله، من شرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك والتوبة من ذلك والتواصي بترك ذلك، ولا يصلى خلف هؤلاء لأنهم مشركون، عملهم هذا شرك أكبر، فلا يصلى خلفهم ولا يصلى على ميتهم لأنهم عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليها أبو جهل وأشباهه من كفار مكة وعليه كفار العرب، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، هذا عين الشرك بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والواجب على أهل العلم أن يبينوا لهم وأن يوضحوا لهم الحق وأن يرشدوهم من الصواب وأن يحذروهم من هذا الشرك بالله عز وجل. يجب على العلماء في كل مكان، في مصر والشام والعراق ومكة ومدينة والحرم وسائر البلاد، أن يرشدوا الناس، ولا سيما عند وجود الحجاج يجب أن يرشدوا ويبين لهم هذا الأمر العظيم والخطر الكبير، لأن بعض الناس قد وقع فيه في بلاده، فيجب أن يبين لهم توحيد الله ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي الشرك في العبادة غير الله وتثبت العبادة لله وحده. وهذا هو معنى قوله سبحانه: وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ومعنى قوله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، على لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالواجب توجيه العباد الى خير وارشادهم الى توحيد الله، وان الواجب على كل انسان ان يعبد الله وحده ويخصه بالعباده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وطالب الغوث وصلاه وصوم وغير ذلك، كله لله وحده، لا يجوز ابدا فعل شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان نبيا او وليا او غير ذلك. فالنبي لا يملك نفسه ضرا ولا احد، ولكن يتبع ويطاع في الحق، يطاع ويتبع ويحب محمد الصادق. ونبي من الصلاة افضل الانبياء واشرفهم، ومع هذا لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يسجد له ولا يصلى له ولا يطلب مدد، ولكن يتبع، صلى عليه ويسلم عليه ويتبع. ويجب ان يكون احب الينا من انفسنا واموالنا واولادنا وابائنا وغير ذلك، هذا واجب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي ولده ووالده والناس اجمعين. لكن هذه المحبه لا تجوز لنا ان نشرك به، لا تسوغ لنا ان ندعوه من دون الله او نستغيث به او نساله المدد او الشفاء، لا، نحبه المحبه الصادقه لانه رسول الله الينا ولانه افضل الخلق ولانه بلغ الرساله وادى الامانه، نحبه لله محبه صادقه فوق محبه النفس والمال والولد، ولكن لا نعبده مع الله. وهكذا الاولياء نحبهم في الله، نترحم عليهم من العلماء والعباد، ولكن لا ندعوهم مع الله ولا نبني على قبورهم ولا نستغيث بهم ولا نطوف بقبورهم ولا نطلبهم مدد، كل هذا شرك بالله لا يجوز. طواف بالكعبه لله وحده، الذي يطوف بالقبر لاجل طلب الفائده من الميت، طلب المدد، طلب الشفاء، طلب النصر على الاعداء، كل هذا شرك بالله عز وجل. فالواجب الحذر منه.